الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جعلت مثابة فهوى لها الفؤاد، وجعلت قياما فهي معلم ناصح، حمدا لرب العزة الذي هذا بيته عتيق مهيب لا توفيه المدايح. أتيتك أطمع في مزيدك سيدي، فزد فوق طمعي فأنت المانح، وأتمم لنا نورنا واغفر لنا سيدي، أنت القدير، أنت القدير، أنت القدير، ومعاملك الرابح الله. الله أكبر كبيرا، صدق وعده وعفا. يا صاحب البيت، يا صاحب البيت، أذهلتني اللوائح، ما تفتح من رحمة فلا أمسك لها، فيا نعم الرحيم الكريم، فيا نعم الرحيم الكريم الفاتح، فيا نعم الكريم الرحيم الفاتح، لك الحمد. الحمد لله رب الكعبة، مغيث الملهوفين في المواقف الصعبة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حكيم لم يخلق الخلق سدى ولا هملا حاشاه ولا لعبة، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله من تقلب وجهه في السماء رجاء أن يوجه للكعبة، فولاه الله قبلة يرضاها ليستقبلها عشية وضحاها، فصارت روحه التي تنسيه ما أتعبه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته عدد الطائفين والعاكفين والركع السجود والناظرين والمحبين للكعبة. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى أسرار الحج. وسر اليوم في يوم العيد، في يوم الحج الأكبر، في يوم النحر، في يوم العاشر من ذي الحجة، الله أكبر.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أفضل يوم في الدنيا هو يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجة. قالوا إن كانت الأيام العشر هي أفضل أيام الدنيا فإن أفضل كل شيء آخره، على خلاف بين العلماء أهو أفضل أم يوم عرفة. ولكن هذا اليوم يوم العاشر هو يوم التكبير، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وحين نكبر نكبر الله على ما هدانا، ولتكبروا الله على ما هداكم. فحين نكبر الله نكبره على نعمة الإسلام، نكبره لأنه امتن علينا بأفضل دين وأكرم دين وأشرف دين وأكمل دين. إن كان الدين أكمل في يوم عرفة فإن تمامه يوم النحر. فيوم النحر عيد، ومناسبة العيد أن الله غفر لكل أهل الأرض، الله أكبر، أن الله غفر للحجيج الذين أتوا من كل الأرض من كل فج عميق. فحين تتخفف الأرض وتخف الأرض بسبب مغفرة الله للذنوب، فتخف الأرض، حق لأهل الأرض أن يكون لهم عيد. وحين يغفر الله للحجيج يهب سبحانه وتعالى للحجاج كلهم، للحجيج جميعهم، ولكل الدنيا يوم عيد. قالوا لماذا يحرم صيام يوم العيد، عيد الأضحى، وأيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر؟ والجواب أنهم في ضيافة الكريم، ولا ينبغي للكريم أن يصوم عنده ضيف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. في منى الآن أمواج من الملبين العائدين من مزدلفة المتجهين إلى منى، وأمواج من المكبرين الذين رجعوا من مكة ورجعوا بعد أن رموا الجمرة وحلقوا وذبحوا، يرجعون مكبرين، وهؤلاء يرحلون ملبين. فتلتقي أمواج التلبية مع أمواج التكبير، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. حدثني عن المفاجأة، حدثني عن المفاجأة. هل رأيت الكعبة؟ أرأيت إلى الجمال والأبهة؟ حدثني، حدثني عن جمالها بعد أن كسيت بالكسوة الجديدة. لما كنا في منى ثم أصبحنا في عرفة وغبنا عن الكعبة يومين، تبدلت كسوة الكعبة في يوم عرفة ونحن بعيدا عن الكعبة، غيرت كسوتها، كسيت بكسوة جديدة. فحين نرجع إليها لنطوف طواف الإفاضة نرى الكسوة في منتهى الأبهة، الذهب ذهب، والفضة فضة، والأسود أسود. الكسوة الجديدة تجعل الكعبة في غاية الأبهة والعظمة والشموخ. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. تماما مثلك أيها الحاج، بعد أن قضيت يومين بإحرامك ونمت في منى ونمت
في مزدلفة، وقضيت يوما في عرفة ويوما في منى، وأصبحت ترمي جمرتك وتذبح ذبيحتك وتحلق شعرك وتطوف وتسعى، كل هذا احتجت إلى اغتسال ولبس جديد. لبست الجديد أنت والكعبة في يوم واحد؟ لبستم الجديد؟ لبست لبس العيد؟ متى يكسى قلبك؟ ألست بالأمس قد باه الله بك الملائكة وأنت أشعث أغبر؟ أيباهي بك وأنت أشعث أغبر وتسقط من عينه سبحانه وأنت تلبس الجديد؟ لا يا صديقي، لباس التقوى ذلك خير. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لبست الجديد؟ يشرع حين تلبس الجديد أن يقال لك البس جديدا وعيش حميدا ومت شهيدا. كما لبست جديدا عيش حميدا، عيش بقلب جديد، عيش بقلب جديد. أنت حاج، أنت مولود جديد، وقلوب المواليد لا تحقد ولا تحسد، قلوب المواليد لا تنبض بالحقد والتدبير الشرير. أطرد من قلبك الجديد أي صنم، الشهوة، الشهرة، المال، فتنة النساء، المحرمات. أطرد من قلبك هذه الشهوات ليلبس قلبك لباسا جديدا اسمه التقوى. يا صديقي، أنت في يوم العيد، والعيد ليس لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن قضى يومه برب راض عنه غير غضبان، فذلك هو العيد وذلك هو الحج السعيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله على السلامة. وصلت منى؟ وصلت؟ رجعت؟ يا خبر أبيض، يا الله، ما كل هذه التنقلات من منى إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم إلى رمي جمرة وذبح ذبيحة وحلق شعر وطواف وسعي واغتسال ورجوع بسرعة إلى منى. يا الله، ما كل هذا؟ نعم، الحج جهاد، الحج بطولة، الحج ليس لعبة، الحج كفاح، الحج تعب، الحج جهاد، الحج حسنات. الأجر فيه على قدر المشقة، الأجر على قدر النفقة والمشقة. فهذا الحج ليس لعبة وإنما جد، كذلك لتعلم أن هذه التنقلات الكثيرة تجعل الإنسان يكسى ثوب العبودية، يشهد الله أنه عبد ومستعد لأي تنقلات. هذا الذي جرى لنبينا عليه الصلاة والسلام حين يبدأ قصته في مكة، ثم يهاجر قصرا إلى المدينة، ثم يرجع ويحاول أن يحج فيمنع فيرد، ثم يأتي فاتحا، ثم لا يبرح فيستقر في المدينة. قضية التنقلات تجعل القلب لا يتعلق إلا بالله. حتى لو أمرنا بالبعد عن مكة نبعد، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. حتى لو قدر عليك البعد عن وطنك مستعد،
أن أكون عبدا لله سبحانه وتعالى، فلا أرتبط بمكان. قلت لك يا صديقي إن نبينا عليه الصلاة والسلام لما عانى معاناة الحرمان من الكعبة والتوجه لبيت المقدس، قال الله عز وجل: قل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قضية التوجه، قضية التنقل، قضية من صميم العبودية، أن الإنسان مستعد للخدمة ومستعد للعبودية على النحو الذي يضعه ربه فيه. فيا حبيبي جدد حياتك، ولا تتشبث بمكان، ولا تتشبث بوظيفة، ولا تتشبث بأصحاب، ولا تتشبث بأحوال، ولا تتشبث بظروف تمنعك من التوبة وتحول بينك وبين رضا ربك. انتقل، تنقل، اجترئ على الانتقال من الحال الذي فيه معصية إلى الحال الذي فيه رضا ربك سبحانه وتعالى. ونم هنيئا في منى، نم مكبرا في منى، نم سعيدا في منى. ويا أسرار المحبين، بكعبة الحب طوفي واركعي، وبين صفاء الصفا والمروة اسعي وافرحي، وإلى عرفات العرفان قومي وتضرعي، ومن مزدلفة إلى منى نولي المنى ثم ارجعي. فإذا قربت القرابين فقربي الروح ولا تمنعي. أيها الأحباب، شددوا الشوق إلى بيت الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أتيتك أطمع في مزيدك سيدي، فزد فوق طمعي فأنت المانح. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.